النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم إلى نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتحدث فيها عن المحاور التالية. سنبدأ بالأمر الأول، تحليلات لهذا المنخفض الجوي العميق. ولماذا هذا المنخفض الجوي يعتبر منخفض جوي مميز؟ لأنه طبعا منخفض عاصف، ولكن سنتحدث عن أسباب ذلك وتأثيراته أيضا على دول الجوار. ثم سنتحدث عن ملخص الأحوال وتسلسل الأحوال الجوية في الأردن، ماذا نتوقع على أرض الواقع في الأردن بمشيئة الله تعالى. ونختم هذه النشرة بالتنبيهات والتحذيرات الجادة بشأن الأحوال الجوية. هذه النشرة هي نشرة معمقة وتكون مدتها طويلة، لمن يريد أن يتابع بشكل ملخص يوجد لدينا نشرات جوية مختصرة، وهي نشرات تبث عبر قنوات اليوتيوب أو عبر تحميلكم تطبيق طقس العرب. يمكن معرفة النشرات الجوية بشكل ملخص لليومين القادمين. نبدأ معكم بصور محاكاة عددية لكيفية شكل صور الأقمار الاصطناعية، والتي تبين وجود اندفاع لكميات كبيرة من السحب والغيوم. هذه الغيوم هي التي باللون الأبيض، ونلاحظ وجود هذه الغيوم والسحب بدءها من المناطق المصرية، ثم دوران شديد سيحدث فوق شمال الأراضي المصرية كما تلاحظون، ومن ثم تتحرك هذه المنظومة شرقا باتجاه عدة مناطق في بلاد الشام. فكما نلاحظ هذا المنخفض الجوي سيؤثر على عدة دول عربية، مصر، أيضا سوريا، الأردن، فلسطين، لبنان، المملكة العربية السعودية والعراق، بالإضافة إلى الأراضي التركية وجزيرة قبرص. هناك 9 دول ستتأثر بهذا المنخفض الجوي. لو شاهدنا مصادر ولماذا هذا المنخفض الجوي هو منخفض جوي يعني نوعا ما غير اعتيادي في تأثيراته وفي طريقة تشكله، هناك تدفق لرياح باردة شبه قطبية قادمة من القارة الأوروبية باتجاه داخل الأراضي المصرية، ويتقابل ذلك مع تدفق لرطوبة استوائية كما نراها تتجه من داخل الأراضي الإفريقية جنوبا تصعد باتجاه المنطقة. وأيضا الأمر الثالث هو أن درجة الحرارة الآن في الأراضي المصرية في الصحراء المصرية لأننا في شهر أذار قد ارتفعت، وبالتالي هذا الأمر يساعد في تشكل منخفضات جوية عميقة. فنلاحظ وجود هذا الدوران الكبير والهائل وهو غير معتاد لمناطقنا على شكل عاصفة متواجدة فوق شمال الأراضي المصرية، وتأثيراتها تمتد على مناطق واسعة من بلاد الشام والأراضي المصرية بالإضافة إلى الأراضي السعودية. ننتقل إلى خرائط الضغط الجوي لنكون معكم أولا بأولا في كيفية تحرر هذا المنخفض الجوي. إذن صباح يوم الخميس هذا المنخفض الجوي تشكل في أواسط الأراضي المصرية، طبعا كما ذكرنا في نشرة يوم أمس بأنه في العادة يتشكل المنخفض الجوي فوق مناطق حوض جزيرة قبرص أو شرقي البحر المتوسط أو حتى تركيا، إنما أن يتشكل منخفض جوي في داخل وعمق الأراضي المصرية هو أمر غير معتاد. أحيانا يحدث ذلك في منخفضات الخماسينية، إلا أن خصائص هذا المنخفض الجوي ليست فقط خماسينية إنما هي متعددة. إذن يتشكل هذا المنخفض الجوي فوق الأراضي المصرية، فوق أواسط الأراضي المصرية صباح يوم الخميس، ومن ثم يبدأ بالتحرك بالاتجاه الشمالي والشمالي الغربي ويقترب من القاهرة. هذا منخفض الجوي عميق، نعني بكلمة عميق أي أن الضغط الجوي في مركزه هو منخفض للغاية وغير معتاد، ويعبر عنه في الخرائط على شكل دوائر عديدة حول مركز هذا المنخفض الجوي أو مركز المنخفض الجوي في منطقة تقريبا جنوب غرب القاهرة، ونلاحظ عدد اتساع وعدد الدوائر التي حول هذا المنخفض الجوي. عمق المنخفض بالعادة يعني شدة الظواهر الجوية المرافقة معه من أمطار وغبار ورياح التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن مع ساعات ظهيرة يوم الخميس يتمركز هذا المنخفض بالقرب من القاهرة، ثم يستمر بالتعمق والاشتداد، ومع بقائه تقريبا حول مدينة القاهرة إذن يمكث هذا المنخفض تقريبا يوم كامل فوق الأراضي المصرية، وبالتالي هو بطيء الحركة وليس سريع الحركة. ومع ساعات ليلة الخميس على الجمعة يبدأ بالتحرك البطيء باتجاه الشرق ليكون
يكون فوق شمال الأراضي المصرية، وساعات صباح يوم الجمعة يتمركز فوق الدلتا. كما نلاحظ يمكث تقريبا حوالي 30 ساعة فوق الأراضي المصرية، وهذا يعني أن تأثيرات هذا المنخفض الجوي على جمهورية مصر أو على بلاد الشام ستكون طويلة، تبدأ من صبيحة يوم الخميس وتستمر حتى نهاية هذا المنخفض الجوي. ولكن اعتبارا من ظهيرة يوم الجمعة يبدأ هذا المنخفض الجوي بالتحرك باتجاه داخل الحوض الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فكما نلاحظ يبدأ هذه الحركة ويتحرك لاحقا هذا المنخفض للسواحل الفلسطينية تقريبا مع ساعات مساء يوم الجمعة، ليدخل إلى داخل اليابسة ومن جديد في بلاد الشام، ويتمركز إلى الشمال من مدينة إربد تقريبا فجر يوم السبت. إذن هذه حركة المنخفض بهذا الأسلوب سيعمل على وجود عدة ظواهر جوية، وحتى أنها ستختلف من وقت إلى آخر، سنتحدث عنها بعد قليل بإسهاب أكبر، وهذه الحركة المتوقعة للمنخفض الجوي. ننتقل سوية لنرى من أهم الظواهر الجوية المرافقة لهذا المنخفض الجوي، هي شدة سرعة الرياح واتجاهها. بالعادة الأردن تتأثر بمقدمات المنخفضات الجوية برياح غربية إلى جنوبية غربية، تكون شديدة أحيانا كما يحدث الحال في المنخفضات القطبية. إلا أن ستتأثر هذه المرة بسبب طبيعة ومكان تمركز هذا المنخفض الجوي برياح عاتية شرقية الاتجاه، يعني قادمة من المناطق الشرقية وليس كما جرت العادة أن تكون رياح غربية إلى جنوبية غربية. وعليها نبدأ بمشاهدة هذه الخرائط التي تحاكي سرعات الرياح اعتبارا من صباح الخميس. وجود رياح نشطة جنوبية تبدأ هذه الرياح، هذا اللون كلما تحدثنا أمس كلما كان اللون مائل للإحمرار، أي أن سرعة الرياح عالية، كلما كانت الألوان مائلة للأصفر والأزرق تعني أن سرعة الرياح أقل. فكما نلاحظ صباح يوم الخميس هناك رياح قوية نشطة فوق المناطق الوسطى من المملكة ولكن ذات الاتجاه الجنوبي، وبالتالي لا نستبعد اعتبارا من صباح يوم غد أن تكون هناك أتربة مثارة في هذه المناطق. دخولنا مع ساعات النهار تشتد بشكل لافت سرعة الرياح الجنوبية الشرقية خاصة فوق المناطق الجنوبية وباقي المناطق، ولكن على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية الرياح تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة. كما نلاحظ في منطقة سيناء هناك رياح قوية أيضا متوقعة للغاية ذات اتجاه جنوبي شديدة مع حبات قوية. مع دخولنا في ساعات مساء يوم الخميس كما نلاحظ هذه الألوان تعبر عن رياح شديدة للغاية ستؤثر على كامل القطاع الغربي من المملكة ولكن ذات الاتجاه الجنوبي الشرقي، أي أنها تهب من الشرق إلى الغرب. وعندما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن غبار أتربة وعواصف ترابية محتملة تطال المدن الأردنية تجد هذه الرياح الشديدة المتوقعة. و مع ساعات منتصف ليلة الخميس على الجمعة نتحدث عن ذروة تأثير الرياح لهذا المنخفض الجوي، رياح عاصفة شديدة تصل سرعتها إلى ما يزيد 100 كيلومتر بالساعة بشكل واضح في أغلب المناطق. وهذه المرة المناطق الأكثر تأثيرا بالرياح هي مناطق الأغوار والمناطق أيضا سلسلة الجبال، الجزء الغربي من الجبال وأيضا المناطق الجنوبية منطقة وادي عربة والجبال الشراء مناطق الأغوار، حتى مناطق البحر الميت يتوقع أن تشهد رياح شديدة جدا، وبالتالي نحذر من الذهاب إلى منطقة البحر الميت مع ساعات نهار يوم غد ويوم الجمعة، ليس بسبب فقط الأمطار والسيول إنما بسبب الرياح الشديدة المتوقعة هناك، حيث طبيعة المناطق وبسبب وجود الأغوار وخلفها الجبال هناك رياح هابطة من الجبال تكون شديدة للغاية. وطبعا هذا الأمر سائر على باقي مناطق ووجود طبعا عواصف ترابية ورملية على حد سواء. صباح يوم الجمعة تضعف قليلا الرياح الجنوبية الشرقية لكنها تبقى نشطة للغاية، في حين كما نلاحظ هنا وجود اشتداد للرياح مرة أخرى. كما نلاحظ هذه خريطة ليلة الخميس على الجمعة، هذه صباح يوم الجمعة نشطة الرياح في مناطق شبه جزيرة سيناء هي ذات الاتجاه الجنوبي، وهي تنتج نتيجة بدء تحرك المنخفض الجوي باتجاه مناطق بلاد الشام. تعود مرة أخرى الرياح النشطة والشديدة من جديد ظهر يوم الجمعة على مناطق واسعة تحديدا من جنوب المملكة والمناطق الشرقية، تكون ذات الاتجاه الجنوبي والجنوب الغربي، وبالتالي لا يسبع تجدد العواصف الرملية على معظم هذه المناطق وانتقالها لاحقا إلى مناطق أخرى. ومع دخولنا مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة للسبت ونهار يوم السبت كما نلاحظ تبدأ سرعات الرياح بأنها تهدأ، تبقى نشطة في مناطق واسعة ولكنها لا تكون كما ستكون عليه بمشيئة الله تعالى ليلة الخميس على الجمعة. ننتقل الآن إلى خرائط توقعات الأمطار الحاسوبية. هذه التوقعات تشير أنه اعتبارا من ساعات نهار
أو ساعات هذه الليلة وفجر يوم غد الخميس تكون هناك الفرصة مهيئة في المملكة لبدء هطول زخات عشوائية رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى، كما نلاحظ على هذه الخارطة، وخلال ساعات النهار تبقى هذه الفرصة موجودة، وتكون ربما هذه الأمطار أحيانا غزيرة ولكن بشكل محلي وبنطاقات جغرافية ضيقة. طبعا طبيعة أن الحالة الجوية تسبقها أحوال جوية غير مستقرة وطبيعة هذه السحب تفرض أن نكون هناك تنبيهات من تشكل السيول ولو كان ذلك في نطاقات جغرافية ضيقة. مع دخولنا في ساعات مساء يوم الخميس تصبح فرصة الأمطار شاملة، أغلب مناطق المملكة على شكل زخات ما بين الحين والآخر، تكون رعدية غزيرة على بعض المناطق. ومع دخولنا في ساعات مساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة هناك ما يسمى بجبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض، يتوقع أن تكون فوق أراضي شبه جزيرة سيناء، تبدأ بالتحرك باتجاه المملكة، وبالتالي مع وجود هذه الجبهة كما تلاحظون مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة منتصف الليل وبالتزامن مع الرياح القوية جدا، تبدأ هذه الجبهة بالدخول، وبالتالي بدخول هذه الجبهة سيعمل على نشوء سحب رعدية كثيفة سميكة مترافقة مع أمطار شديدة وغزيرة وحدوث العواصف الرعدية كما تلاحظون. إذن بدأ هذه الجبهة متواجدة فوق الأراضي المصرية تدخل باتجاه الأراضي الأردنية تقريبا مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة منتصف الليل، ويستمر تأثير هذه الجبهة حتى ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة. ولكن بعد ذلك هناك تراجع نسبي في فرص هطول الأمطار خلال ساعات نهار يوم الجمعة، كما نلاحظ معظم المناطق التي حول الأردن تصبح تحت الأمطار، إنما مناطق المملكة تصبح فيها فرصة الأمطار أضعف، وهي نتيجة فرق ما بين الجبهتين هوائيتين. وفي هذا الوقت يتوقع أن تعيش المملكة أيضا أجواء مغبرة مع رياح نشطة. مع تحرك المنخفض الجوي شرقا باتجاه المملكة سيكون دخول لحزمة جديدة من الأمطار قادمة من الأراضي المصرية والحوض الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، كما نلاحظ إذن تجدد فرص هطول أمطار مرة أخرى مع ساعات مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة سبت، وهذا الأمر سينطبق على معظم مناطق المملكة. تكون هذه الأمطار غزيرة يوم السبت لا سيما في المناطق الجنوبية وسلسلة الجبال الجنوبية المملكة، مع بقاء الفرصة طبعا مهيئة لهطول الأمطار في أغلب ومختلف مناطق المملكة. هذا كان هو المحور الأول، استعرضنا فيه تحليلات لماذا هذا المنخفض الجوي عميق استثنائي، تحدثنا أنه مكانه تمركزه يعني غير معتاد عليه، يؤثر على 9 دول مرة واحدة ودفعة واحدة، وأيضا مترافق مع رياح شديدة وأمطار وعواصف ترابية. نستعرض الآن سوية ملخص وتسلسل زمني للأحوال الجوية حتى يكون هناك بشكل مبسط ما هي الأحوال الجوية التي نتوقعها على أرض الواقع. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة صباح يوم الخميس، يعني صباح يوم غد تكون هناك زخات عشوائية من الأمطار رعدية الطابع، ولكنها تزداد شدة مع مرور الوقت، كلما دخلنا في ساعات النهار تزداد شدة هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى، وخلال ساعات النهار أيضا هناك رياح شرقية نشطة السرعة كما ذكرنا ما بين جنوبية شرقية إلى شرقية تثير الأتربة والرمال، ولكنها تصبح عاصفة وعاتية ليلة الخميس على الجمعة، هناك رياح شديدة جدا ليلة الخميس على الجمعة، وبالتالي يكون هناك لدينا عواصف ترابية متوقعة تصل إلى العديد من المدن الرئيسية مع انعدام لمدى الرؤية الأفقية. دعونا نشاهد كيف هذه الرياح تكون جنوبية شرقية تدخل باتجاه المملكة مصحوبة مع موجات غبارية كما نلاحظ من داخل الأراضي السعودية ومن صحراء المملكة، تدخل باتجاه المدن الرئيسية، تكون هذه الرياح على طول الواجهة الغربية للمملكة شديدة وقوية، وفي مناطق الأغوار نتيجة هبوط هذه الرياح من الجبال تكون شديدة جدا مع هبات قد تصل إلى ما يتجاوز 100 كيلومتر بالساعة. هناك تحذير جدي وحقيقي من سرعة الرياح هذه المرة بسبب ارتفاع قيمها بشكل كبير جدا وربما غير معتاد بمناطق مثل الأغوار، المزارعين الذين لديهم البيوت البلاستيكية مناطق، وأيضا العديد من الأشخاص الذين يعملون في الخارج أو لديهم مقتنيات خارجية يجب عليهم تثبيت هذه المقتنيات في مناطق الأغوار وسائل المرتفعات الغربية والمدن الرئيسية في تلك المناطق بسبب هذه الرياح القوية. نستكمل معكم ليلة الخميس على الجمعة أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة إبان عبور الجبهة الباردة خاصة بعد منتصف ليلة
الخميس على الجمعة، وطقس عاصف ومغبر مع بعض زخات الأمطار الرعدية يوم الجمعة. إذن انتهينا من الخميس على الجمعة، يوم الجمعة طقس عاصف مغبر مع وجود بعض الزخات المطرية الرعدية وتراجع نسبي في فرص هطول الأمطار، ولكن تعاود مرة أخرى تزداد فرص هطول الأمطار من جديد في أغلب المناطق مع دخولنا في ساعات مساء يوم الجمعة، وتستمر هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى نهار يوم السبت. كملخص سريع، هذه الأحوال الجوية متوقعة ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان. الخميس 22 درجة مئوية العظمى، أجواء أشبه بالخمسينية حتى، تهبط إلى 13، ويوم الجمعة 13 درجة مئوية تقريبا تساوي الصغرى ليلة الخميس على الجمعة. هذا انقلاب حراري كبير سيحدث، وأجواء شبه شتوية تهبط 9 درجات ليلا مع أجواء ماطرة، وكذلك الأمر يوم السبت 13 إلى 10 درجات مع طقس مضطرب للغاية سواء يومي الخميس والجمعة، ويكون ماطر يوم السبت بمشيئة الله تعالى. المحور الأخير في هذه النشرة، هناك تنبيهات جادة حقيقية يجب أخذها على محمل الجد، إبان تأثير هذا المنخفض الجوي ذات الدرجة الثالثة والمصنف بأنه عالي الفعالية وهو قابل للتطور وهو تحت المراقبة في طقس العرب. أول شيء دائما ننبه من شدة سرعة الرياح العاتية المتوقعة سيما ليلة الخميس على الجمعة، التي قد تتجاوز سرعة بعض هباتها 110 كيلومترات في الساعة. هذه رياح عاتية للغاية وقوية، وخاصة في مناطق الأغوار التي لا تعتاد على هذه السرعات من الرياح من قبل، وبالتالي هناك تنبيه جاد بشأن سرعة الرياح. الأمر الآخر، هناك تنبيه من ارتفاع تركيز الغبار والعواصف الترابية والرملية في مناطق واسعة من المملكة، تأثيراتها على الناحية الصحية لدى مرضى الجهاز التنفسي أو العيون، أو حتى تأثيراتها على المسير على الطرقات بسبب تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية. أخيرا أدعوكم إلى الانتباه الشديد من عدم التوجه إلى المناطق المنخفضة بسبب تشكل السيول، الابتعاد عن مجاري السيول بسبب الخوف من تشكل السيول وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه بما في ذلك أيضا مدينة العقبة، إضافة إلى أن هناك تنبيه هام جدا من ارتياد البحر في مدينة العقبة بسبب ارتفاع الأمواج الكبير المتوقع في منطقة خليج العقبة خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي، والذي بلا شك قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية في خليج العقبة. هذه كان بشكل عام تفاصيل وافية ودقيقة حول هذا المنخفض الجوي الذي يتوقع بمشيئة الله طبعا دائما أن يؤثر على المملكة. نسأل الله أن يمر هذا المنخفض بسلام وأن يكون يجلب أمطار خير وبركة. ندعوكم إلى متابعة النشرات الجوية الدورية في طقس العرب عبر الاشتراك عبر قناتنا على اليوتيوب أو من خلال تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني. إلى اللقاء.